ضبط برلمانية أثناء محاولتها الغش أثناء امتحانات كلية الحقوق. ماذا حدث وكيف تعاملت الجامعة مع هذه الواقعة؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال هذه التغطية. جامعة جنوب الوادي تعيش لحظات من الجدل والتوتر بسبب حادثة مؤسفة شهدتها، حيث تم ضبط برلمانية أثناء محاولتها الغش أثناء امتحانات كلية الحقوق. وبدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي انتساب وأستاذة جامعية مسؤولة عن المراقبة في الاختبارات. وفيما كانت المراقبة تقوم بواجبها، اكتشفت الطالبة وهي برلمانية كانت تستخدم وسائل غش محظورة. أما عن تفاصيل الحادث، كشفت جامعة جنوب الوادي عن تفاصيل أكثر حول الحادث، حيث أوضحت أن مدرسة مساعدة كانت تمر بين طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق أثناء امتحانات مادة القضاء الإداري، وخلال هذا الوقت سمعت صوتاً مشبوهاً يصدر من إحدى الطالبات خلال أدائها للاختبار. وعندما اقتربت المراقبة للتحقق من مصدر الصوت، اتضح أن الطالبة كانت تستخدم سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز تليفون، حيث كانت تحاول الغش. وفي الحال طلبت المراقبة من الطالبة إزالة السماعة فورا، إلى أن الأخيرة رفضت ذلك وقامت بالاعتداء عليها وعلى المراقبين بالضرب. وعندما حاولت مراقبة الدور الأخرى التدخل، تعرضت هي الأخرى للاعتداء، وكان من ثم تحديد هوية البرلمانية، واتضح أنها عضو في مجلس النواب. أما بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها، فقد رفضت الجامعة هذا السلوك غير الأخلاقي، واتخذت الإجراءات الضرورية ضد النائبة، وقامت بتقديم شكوى رسمية ضدها إلى الجهات المختصة. ومع ذلك يبقى السؤال حول العقوبات التي ستفرض على هذا السلوك الذي يتنافى مع أخلاقيات الاختبارات الأكاديمية. وفيما بعد ذكر وتبين أن البرلمانية هي نون راء، عضوة بمجلس النواب المصري عن إحدى محافظات الصعيد، وتنتمي إلى إحدى الأحزاب الكبيرة، وبالإضافة إلى دورها في الحياة السياسية، تدرس حالياً بالفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي. أيضاً تعد هذه الحادثة تنبيهاً لجميع الطلاب والمراقبين بأهمية النزاهة في الاختبارات والامتحانات الجامعية، ويجب على الجميع الالتزام بالأخلاقيات الأكاديمية للضمان بيئة دراسية نزيهة وعادلة، وأن تحقيق النجاح يتطلب الجهد الشخصي والتفاني، ولا يجوز اللجوء إلى وسائل غير قانونية وغير أخلاقية. مشاهدينا، إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقع صدى البلد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.